تم اليوم الإعلان عن مسار اندماج للحزب لأحزاب اشتراكية ثلاثة خلال ندوة صحفية، هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي. الإعلان الذي كان بحضور زعماء الأحزاب الثلاثة تم فيه الاتفاق على توحيد الجهود من أجل إنجاح مسلسل الاندماج وتشكيل جبهة تقدمية موحدة. يذكر أن الحزب الاشتراكي تفرع من المؤتمر الوطني الاتحادي الذي خرج بدوره من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما هو الشأن بالنسبة للحزب العمالي. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من استديوهاتنا من الرباط السيد إدريس لشقر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أستاذ إدريس، أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. كيف جاءت فكرة هذا الاندماج وكيف سيتم، خصوصا وأنكم تحدثتم عن مسار لهذا الاندماج؟ هي فكرة تراود الاتحاديات والاتحاديين منذ الانشقاقات الأولى لحزبنا، يعني اتحاد عاش محطات صعبة في سياقات تاريخية معينة في سنوات الرصاص، لربما كانت الاختلافات في التقييمات أدت مع كامل الأسف إلى محطات اختلفنا فيها وأدت إلى ما أدت إليه. ولذلك هي الفكرة في أساسها هي واحد مسألة أصبحت يمكن من مبادئ الاتحاديين، وما من محطة وما من مؤتمر إلا وكانت على رأس الأولويات في ما يتعلق بلم وجمع شمل العائلة الاتحادية. ولذلك آثرنا بعد المؤتمر الوطني التاسع، وخاصة أننا عبرنا حتى في الأرضية ديالنا اللي دخلنا بها المنافسة على الكتابة الأولى، أن من الأولويات التي سنعمل عليها هي لم شمل العائلة الاتحادية. هذه الفكرة لقيت صدى وتجاوب من طرف إخواننا في الحزب الاشتراكي وفي الحزب العمالي، واللي قرروا معا الاندماج في الاتحاد الاشتراكي وأن ننطلق في مسار اندماجي غادي نعرضه على الأجهزة التقريرية لتقول رأيها بشأنه، مع العلم أننا نستجيب فقط لمطلب حقيقي لقواعدنا وأطرنا في المكونات الثلاثة لهذه العملية الاندماجية. نعم سيد إدريس، أين يندرج هذا الاندماج، وهل الأمر يعتبر خطوة أولى لتوحيد قوى اليسار وتشكيل قطب يساري حقيقي في المغرب؟ مؤكد أن الاندماج صيغة من صيغ العمل الوحدوي. نحن مستعدون للانفتاح على باقي مكونات اليسار وبالشكل الذي يرتهيه كل مكون من هذه المكونات، إما في شكل تنسيقات مشتركة ما دام المرجعية مرجعية واحدة، مرجعية يسارية ديمقراطية حداثية اشتراكية، ما دام مشروعنا المجتمعي. ما أعتقد أن لنا من الخلافات في فهم القضايا المجتمعية والبدائل التي نطرحها والحلول التي نقترحها، ما أعتقد أن لنا من خلافات ما يستدعي كل هذا التشرذم. ولذلك هذه العملية الاندماجية لا تعني أنها الحل الوحيد فقط لتجميع القوى اليسارية. احنا طيب سيد إدريس كعائلة اتحادية منفتحين على كل أشكال ديال الوحدة، سواء بالتنسيق أو في إطار اتحاد الأحزاب أو في أي صيغة أخرى. نعم في نفس السياق سيدي، العديد نادى منذ زمان إلى تشكيل جبهة تقدمية تحمل قيم الحداثة والانفتاح. كيف يمكن لكم أنتم كاتحاد المساهمة في ذلك، خصوصا أمام هذا المد المحافظ حسب عدد من المراقبين؟ هذه لبنة أولى، ومما لا شك فيه أن ستتبعها خطوات، سواء تجاه كما قلت قوى اليسار أو
تجاه قوى محافظة، تجاه قوى تقدمية حداثية موجودة في المجتمع، ماشي بالضرورة غير في الأحزاب السياسية. اليسار اليوم موجود في كل مكونات المجتمع، موجود في فئات الشباب، موجود في النساء في قضاياهم ومطلبهم من أجل المساواة، موجود في الحركة الحقوقية التي تود الدفاع عن الحريات العامة والحريات الفردية، واللي اليوم تلاحظ أنه يوقع عليها الإجهاز، موجود في الحركة الثقافية، مما لا شك فيه أن انفتاحنا على كل هذه الواجهات هو اللي يمكن يوصل في نهاية المطاف أن نكون جزءا من هذه الجبهة التقدمية الحداثية. طيب سؤال أخير سيدي، كيف تنظرون إلى الأزمة الحكومية الحالية؟ أيوة، هي أزمة أغلبية أولا، ثانيا هي أزمة تدبير وتسيير. عندما ينهزم فريق الكرة المسؤول ماشي هما اللاعبين، المسؤول دائما هو المدرب. نفس الشيء بالنسبة لفريق العمل الحكومي، أنا أعتقد أن رئيس الحكومة أبان عن فشل في تدبير وإدارة فريقه الحكومي، وبالتالي ماشي غير مشكل عنده مع المعارضة، اليوم يبدو أن لديه مشكلا كذلك داخل أغلبيته. السيد إدريس لشقر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.